السلام عليكم الحباب نتاعنا، كيف انتم؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا بصحة جيدة ونتمنى تكونوا بألف ألف خير. مرحبا بكم في قناتنا، قناتي وقناتكم، قناة وصفات فتحي. اليوم غادي نشارك معكم الملوي بواحد الطريقة اللي كيجي هشيش ومورق. كنتمنى تجربوه، وإلا جربتوه وعجبكم فما تنساوش تكتبوها لنا في التعليق، وما تنساوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. إلا جربتوا هذه الطريقة اكيد غادي تولي معتمده عندكم. بسم الله على بركه الله نبدا في طريقه التحضير. هنا اول حاجه غادي نحضروها وهي المقادير المضبوطه ديالنا. هذه المقادير كتعطينا واحد الكميه معقوله جدا من المسمن او من الملوي، كل واحد كيسميه على حسب المنطقه نتاعو. هنا كناخذوا ثلاثه الكؤوس ديال الدقيق الابيض اي دقيق الفورس، كناخذوا جوج الكؤوس ديال دقيق القمح. هنا في الاناء اللي غنوجدوا فيه او اللي غنعجنوا فيه العجين ديالنا كنوضعوا فيه الملح، ودائما الملح حسب الذوق او حسب الرغبه. هنا كناخذوا الدقيق ديالنا كنغربلوه، وكيف بان لكم سيداتي في الفيديو فاحنا غادي نعجنوا المسمن ديالنا او الملوي غادي نعجنوه بالحليب. فهنا ضروري كنأكد بان ملي كنبغيو نستعملوا الدقيق ضروري كتغربلوه، فالتغربيل ديال الدقيق كيساعد في ان العجين ديالكم كيجي ناجح. هنا من بعد ما غربلنا ثلاثه الكؤوس ديال الدقيق الابيض كنأكدها وجوج الكؤوس ديال دقيق القمح، درنا الملح، يعني ما درنا لا خميره لا حتى شي حاجه. كيف كتعرفوا كاين شي ملوي ما كنستعملوش فيه الخميره. هنا الحليب ديالنا كناخذوا كميه ولكن كنبقاو نضيفوا غير كاس بكاس، وحنا كنعجنوا وحنا كنضيفوا في الحليب حتى كنجمعوا الخليط ديالنا. فحاولوا دائما ما تضيفوش سواء الحليب او الماء، ما تضيفوش دفعه واحده. فهنا من بعد ما كنجمعوا العجين ديالنا كيف كيبان لك سيداتي في الفيديو، فهنا هذا الملوي ديالنا او المسمن ما كيحتاجش منا الدلك نهائيا. كنستمروا وحنا كنجمعوا في العجين حتى كنجمعوا العجين ديالنا. دائما حاولوا ما تضيفوش الماء او الحليب دفعه واحده، دائما على حسب النوعيه تاع الدقيق. راه كاين الدقيق اللي كيشرب وكاين الدقيق اللي ما كيشربش، فلا ضفتوا الماء او الحليب دفعه واحده تقدروا تخسر لكم العجينه او كتجرى لكم. فاحنا في غنى عن هذا الطريقه. فهنا من بعد ما كنجمعوا العجين ديالنا غادي نوضعوه في واحد الكيس بلاستيكي وغادي نخليوه حتى كيتدلك الراسو. فحاولوا ما تدلكوش العجين ديال المسمن ديالكم او الملوي، جمعوا العجين ديالكم وضعوه في كيس بلاستيكي وخليوه سواء في الثلاجه سواء الا كنتو باغيين توجدوه ديك الساعه خليوه غير على برا ساعه ساعتين حتى وكان تساليو من الشغال ديالكم كلها، وجبدوا العجين ديالكم من هذاك الكيس بلاستيك وقطعوه على شكل كرات وقرصوه، كونوا اكيدين النتيجه غتجي معكم روعه. هنا من بعد ما جمعنا العجين ديالنا وضعناه في الكيس بلاستيك كيف سبق وقلت، ملي احتاجيناه جبدناه شكلناه على شكل كرات. دابا غادي نورقوا العجين ديالنا. فهنا خدينا واحد زلافه وضعنا فيها الزيت وواحد زلافه وضعنا فيها الدقيق فينو، فكل واحد كيورق العجين ديالو، كاين اللي كيورقوا بالزبده، حنا ورقناه هنا غير بالزيت فقط. بما اننا عاجنين بالحليب فحاولنا ما نستعملوش الزبده، استعملنا غير الزيت، حتى هو بالزيت كيجي مورق وكيجي محلول كيجي محمر. فكنتمنى تجربوه كيف سبق لي وقلت اكيد غادي يعجبكم، خصوصا الناس اللي عشاق الملوي او المسمن، فاكيد هذه الطريقه غادي تنفعكم وغادي تولي معتمده عندكم. هنا كنحاولوا نورقوا المسمن ديالنا او العجين ديالنا حتى كيبدا يبان لنا سطح العمل. فكيف لاحظتوا هذيك الطريقه اللي كناخذوا المسمن ديالنا او العجين تاع المسمن كنوضعوه في بلاستيكه وكنحتفظوا به في الثلاجه او على برا، نقدروا نحتفظوا به حتى ليله كامله، كتساعد في ان العجين ديالنا كيعطينا الضوء، اي ملي كنكونوا نورقوا فيه كيساعدنا في التوراق ديالو وما كيتقب ليناش، وحتى لا تقب ماشي مشكل، المهم ان ديروا هذه الطريقه راه غاديه تنفعكم. هنا من بعد ما كنورقوا العجين ديالنا كنرشوا عليه دقيق القمح، كنكونوا دهناه اكيد بالزيت، كنرشوا عليه دقيق القمح وكنجمعوه سواء بغيناه مربعات، كاين اللي كيديروا حتى مثلثات دوائر، انتم اختاروا الشكل اللي انتم بغيتوه. هنا سيداتي غادي نستمروا بهذه الطريقه حتى كنكملوا الكيمياء كامله اللي عندنا. فكيف سبق لي قلت هادوك ثلاثه الكؤوس ديال الدقيق الابيض وجوج كؤوس ديال دقيق القمح كيعطيونا واحد الكيمياء اللي مهمه جدا.
فبالنسبه للناس اللي مبتدئين او ما كيجربوش المسمن، كاين اللي كيخافوا منه، فحاولوا تستعملوا غير هذه الكميه او النصف ديالها، غادي تعطيكم واحد الكميه اللي معقوله. فهنا كيف سبق لي وقلت غادي نستمروا سيداتي حتى كنكملوا الكميه كامله اللي عندنا بنفس الطريقه، فهذيك الطريقه ديال الميكا اللي كنوضعوا او البلاستيك اللي كنوضعوا فيه العجين ديالنا، كتعاون بانه كيتدلك، كيجي خفيف وكيجي هشيش وكيجي مورق. فسواء الناس كاين شي ناس ما كينجحش معاهم الملوي، فاستعملوا هذه الطريقه ديال الكيس، اكيد غادي تنفعكم، ولا نفعتكم ما تنسوناش من الدعاء. فشوفوا المسمن ديالنا كيف كيبان لك سيداتي في الفيديو، كيجي هو الراس، يعني باقي ما بديناش كنطيبوا فيه، وكيجي كيجيو فيه هذوك الفقاعات اللي كيبانوا لك، كيساعد بان الملوي ديالنا غادي يجي منفوخ وغيجي مورق. فهنا غادي نبقاو بحال هكا وحنا كنقرصوا في العجين ديالنا، كنرشوه بالزيت، كنرشوا لي قليل من دقيق القمح الصلب، وكنجمعوه دائما. نتوما سيداتي جمعوه على الشكل اللي نتوما بغيتوه. فهنا استعملنا هنا مسمنات كبار. فهنا من بعد ما كملنا الكيمياء كامله اللي عندنا، غادي نقرصوهم في هذا الاثناء كنكونوا وضعنا المقله ديالنا على النار، كنخليوها حتى كتسخن. من بعد ما كتسخن لنا المقله، ضروري سيداتي تنقصوا من النار، ما تخليوش النار مجهده، خليو النار متوسطه باش المسمن ديالكم ياخذ الوقت ديالو في الطياب، وكيطيب لكم من برا ومن الداخل حتى هو كيطيب، ما كيجيكمش معجن. هنا من بعد ما كتسخن لنا المقله كنأكد عليها، ضروري خصنا نقصوها، كنرشوا القليل من الزيت وكنوضعوا المسمنات ديالنا يطيبوا، عير كيبداو يتنفخوا لنا كنقلبوا على الوجه التالي، وكنستمروا بهذه الطريقه حتى كيتحمروا لنا المسمنات كاملين، كيجيو روعه وكيجيو محمرين. فحنا عجناهم غير بالحليب، ما استعملنا فيهم لا سكر لا عسل، وفي نفس الوقت جاوا محمرين. فكيف كتعرفوا احنا العجين ديالنا دائما كنضيفوا فيه اضافات، يعني سكر او عسل، باش كياخذ لنا داك اللون الذهبي، انما احنا ملي عجناه بالحليب جاء محمر وخد لنا داك اللون الذهبي بدون اضافات. فهاد المسمن اقتصادي، وفي نفس الوقت تحمري به الوجه ديالك قدام الضيوف. فهنا غادي نستمروا وحنا كنخبزوا في المسمن ديالنا. فكيف كيبان لك سيداتي في الصوره، فالمسمن ديالنا كيتنفخ وكيجي مورق من الداخل. غادي نستمروا حتى كيطيبوا لنا المسمنات ديالنا كلهم، وغادي نقدموهم لكم بالصحه والراحه. فكيف سبق لي وقلت، الا جربتوهم وعجبكم فما تنساوش كتبوها لينا في التعليق، ودائما ما ننساش نشكركم على التعاليق ديالكم الزوينه اللي كتساعد اننا كنعطيو اكثر وكنحاولوا نعطيو اكثر ما عندنا. فكيف سبق لي وقلت، فكنبقاو نطيبوا في المسمنات ديالنا حتى كيتحمروا لنا. الحليب كيعطينا مسمن محمر وخفيف، وفي نفس الوقت مورق. وحتى الطريقه تاع البلاستيك كنأكدها مره اخرى، كتساعد في ان المسمن ديالنا كيتدلك لنا، فحاولوا توجدوا المسمن بهذه الطريقه بدون دلك، كيجي مسمن هشيش وكيجي محمر كيف كيبان لك سيداتي في الصوره، وكيجي مورق ويبقى معكم مده طويله في الثلاجه، ما كيخسر، ما كتوقع عليه حتى شي حاجه، ما كيتغير لا في المذاق لا والو. كنتمنى تجربوه، اكيد غادي يعجبكم، ولا جربتوه وعجبكم فما تنساوش كتبوها لنا في التعليق. ودابا ما بقى لي نقول لكم الى اللقاء، الى فيديو قادم.